قام سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وسعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية بجولة تفقدية لمشروع مجمع الرعاية الاجتماعية بمدينة حمد، وذلك للاطلاع على مباني المجمع المنجزة وجميع المرافق والخدمات التي تم تنفيذها في المشروع. نعم، يعد هذا المجمع أول مركز متخصص في المملكة يهدف إلى حفظ كرامة فئات متضررة من المجتمع وتوفير الأمان لهم من خلال توفير بيئة صحية آمنة ومطورة وتلبي احتياجاتهم. صرح شامل يضم العديد من المرافق الخدمية التي تقدمها الحكومة الموقرة من خلال مركز متكامل يعنى بتقديم أفضل خدمات الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية بمراكز متخصصة للرعاية الاجتماعية ومراكز إيواء مؤقتة وبديلة على نحو يساهم في تحسين مستوى الخدمة الاجتماعية المقدمة وتأهيل الفئات المستهدفة للاندماج في المجتمع وسوق العمل. تصميم هذا المبنى، المواصفات التي تحتاجها هذه الفئة للرعاية الاجتماعية وبما يتناسب مع ظروف الإيواء التي تحتاجها. روعي في المبنى المواصفات الحديثة والمباني الخضراء والاستهلاك الطاقة ومبادرة المباني الخضراء، طبعا روعي أيضا وجود الخدمات المساندة مثل الملاعب والأماكن المفتوحة، وتم التركيز على مبادرة التشجير أيضا. يوفر خدمات متقدمة جدا لمصلحة رعاية الطفولة وحماية الطفولة والأحداث. لأول مرة يكون في مركز متكامل يضم قسم خاص بالنساء وقسم خاص بالرجال أو الأطفال الأحداث، ويقدم لهم رعاية متكاملة من حيث التأهيل ومتابعة السلوك والتقويم وتأهيلهم للعودة إلى المجتمع بصورة متكاملة. عندنا المركز هذا يشتمل على كثير من الأوجه الرعاية اللي تخص النساء المعنفات، تخص الرجال، تخص الأسر التي تحتاج إلى تدخل وتوفير إقامة مؤقتة وتوفير رعاية وتأهيل. يعني هذا المركز هو صرح اجتماعي متقدم لحماية ورعاية الأسر المحتاجة والأسر الفقيرة، وبالذات فئة الأحداث من الفئتين النساء والرجال. هذا المركز هو الأول من نوعه الذي يستقبل بعض الفئات الخاصة من المجتمع في مكان واحد ويساهم في علاجهم وتأهيلهم ليكونوا قادرين على الاندماج في المجتمع بشكل كامل، خصوصا وأن هذا المركز يلعب دورا كبيرا في تحقيق هذا الهدف بما يضمه من مرافق وخدمات. جاء تدشين هذا الصرح ليؤكد على أن البحرين تسير بخطى ثابتة في مجال الحماية الاجتماعية، فضلا عن الوقوف على احتياجات كافة الأطراف التي تكون بحاجة ماسة إلى المساعدة لتكون عنصرا فعالا في المجتمع بعد خروجها. خولة الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.